خلاص بقى يا عبيد، انت بقالك ساعة بتعيطي. أمال لو ما كانش ربنا ستر كنت هتعملي إيه؟ حسبي الله يخسبك، دي أول مرة أكدب على حد في حياتي. كنت حاسة إن أنا ممكن أقول له كل حاجة، إن أنا كدبته قدامه فبقى يضحك عليك. حبيت شك فيا. خلاص لما تروحي البيت احكي له على كل حاجة وزي ما تيجي تيجي. أحكي له إيه بس؟ أنا عارف حاجة زي كده ممكن يقتلني فيها. حضرتك عايزني أروح أقول له إيه؟ أقول له يا عيني بشتغل في بيت. وماله لما تشتغلي في بيت؟ هو بيت عزاب، ده بيت محترم، ساكنة فيه عيلة، فيها طفل وفيها ست، مفيش مشكلة يعني. إيه دي عبيد؟ إيه دي؟ وبعدين ما أنت لازم تفهميه، هو أنت بتعملي ده عشان خاطر مين؟ أنت بتعملي كده علشان خاطر بيتك وبنتك. هو أنت يعني غاوية الشغل في البيوت؟ اهدي بس، اهدي اهدي واشربي لمون. شكلك انت لعلمك انا كمان شهيرة بتغيب عليا من النسمة ومسوسة جدا. يعني لعلمك هي لو عرفت ان انا بساعدك ممكن تفتكر ان في حاجة كده ولا كده. بس انا برضو عايز افضل واقف جنبك لان انت صعبان عليا.